أكدت وزارة التربية عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لاستقبال طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمقرر لهم أداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى صباح اليوم الأحد. وأشارت إلى أن الوزارة تبث يوميا رسائل توعية للتوجيه الفني العام لمختلف المواد الدراسية ضمن حملة نسعى بعلمنا والمستمرة حتى نهاية الاختبارات. وللحديث أكثر مشاهدين الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الأستاذ أحمد لوهيد. أستاذ أحمد، بعد التحية، حدثنا أكثر عن استعدادات الوزارة خاصة للاختبارات الصف الثاني عشر وأعداد أيضا المتقدمين، تفضل. نعم، بسم الله. بداية نشكركم على الاستضافة في نشرة الأخبار أستاذ فهد وأيضا الزميلة صباح. والله الحمد، انتهت الوزارة كما تفضلتم في خبركم قبل قليل من جميع الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة لاستقبال أبنائنا طلاب وطالبات الصف الثاني عشر، وذلك بقسميها العلمي والأدبي، والمقرر لهم أداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024. بالنسبة لأعداد المتقدمين، بلغ إجمالي عدد الطلبة الذين يحق لهم الدخول لهذه الامتحانات، وهي امتحانات الفصل الدراسي الأول في القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني كذلك، العدد الإجمالي 43,370 متعلم ومتعلمة. بلغ عدد طلبة القسم العلمي 27,540، عدد طلبة القسم الأدبي 15,006 متعلمين ومتعلمات، فيما بلغ عدد المتعلمين في التعليم الديني 428 متعلم ومتعلمة. وإذا تسمحون لي يعني أستاذ فهد، أود أن أنوه على أمر مهم جدا، وهو أيضا يعني ذكرته في الخبر قبل قليل، وهو من ضمن حملة وزارة التربية التوعوية تحت شعار نسعى بعلمنا، والمستمرة هذه الحملة مستمرة حتى نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول. ستقوم الوزارة ببث رسائل يومية من قبل التوجيه الفني العام لمختلف المواد الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر بقسمي العلمي والأدبي، وسيكون هذا البث على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التربية. طبعا سيكون ذلك قبيل يوم الامتحان، يعني قبل يوم الامتحان إن شاء الله سيكون هناك بث لهذه الرسائل، والتي ستحتوي أيضا على نصائح عامة وتوجيهات وإرشادات حول طرق الدراسة الفعالة ومصادر التعلم كذلك لكل مادة دراسية. كل هذا يهدف إلى دعم الحملة التوعوية بتهيئة المتعلمين والمتعلمات وإعدادهم أيضا تربويا ونفسيا لدخول الامتحانات وإرشادهم نحو الطرق أو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية وتكوين اتجاهات إيجابية نحو هذه الاختبارات. وكذلك أمر مهم جدا وهو الالتزام بالنظم واللوائح أثناء فترة الاختبارات، وندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد لكل المتقدمين للاختبارات، وأن يحققوا بإذن الله أعلى الدرجات التي يطمحون إليها. نعم نعم، نتمنى أيضا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات لهذه السنة الدراسية، وكل الشكر أيضا لك أستاذ أحمد لوهيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية على وجودك معنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.